الطبقة الوسطى اللي هي صارت طبقة مثقفة، احنا ما عندنا طبقة وسطى. ليس فقط سعدون، تمام. تقدير نعم. خطورة الوضع هسه ما نقول هم يدخلون بشكل، بس على الأقل يكشفون عن خطورة الوضع. مو هم لا يعني هم غير يعني فاعلين اجتماعيا، يعني هم مو فواعل اجتماعية. اليوم أبو السلاح هو بالعشيرة أو بالحزب فقط هو الفاعل، من يمتلك الثروة اليوم هو الفاعل، من يمتلك المال والسلاح محددة هذه القضية. طيب يعني أنت مجموعة من الشخصيات تمتلك ميليشيات ممكن تحرك لك شارع.